يلا نبيل لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ اه معاك حق. وانا نسيت اقول لك بس انا هتجوزك. ايه؟ بقول لك هتجوزك، انت سمعتيني. انا اول مره اطلب من حد الطلب ده. مش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان. ولو فضلت متنحلي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اه اتجننت. صعيدي بقى. مفيش حاجة يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباء هتشوفي. وكمان هتتغبى. انا خايفة. خايفة اعمل لكم مشكلة كبيرة في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقة دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقولك انا هتجوزك. تقولي لي بيت ومشكلة؟ يلا يا ماما يلا. يلا. وابوك؟ ابوك مش هيوافق. مش من حق. بقولك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا. دول 50 جرام. هات يا عم في ايه؟ يعني 9000 جنيه. 9000 جنيه؟ لا احنا مش معانا المبلغ ده. لا ما انا عامل عليهم اوفر. اوفر؟ اوفر اوفر، عامل عليهم عرض يعني يا راشد. اه ب 6000. 6000؟ طب راشد احنا ممكن ناخد نصه؟ لا ما ينفعش، هو الاوفر عليه كله. طب معاك كام؟ انا مش معايا غير 2000. وانا معايا 1200، يبقى كده الحساب 3200 اللي معانا. بص يا راشد احنا ممكن نديك المبلغ ده ويومين ثلاثة بالكتير قوي ونديك بقية المبلغ. ماشي يا باشا، انتوا حبايب، انا عينيا ليكوا. اوكي تمام. انت كويس يا راشد؟ ها؟ سلام يا راشد. سلام. تمام. طيب سلام. سلام. بتجارة ايه؟ والله ما ينفع اللي انت عامله في نفسك ده يا اسطى. قوم احلق دقنك. بتحايل عليه بقالي يومين. قول قول له يا عبد العزيز يمكن نسمع كلامك. الحاج عامله ايه صلاح؟ الحمد لله في خير، بقيت احسن شويه. بس انا بقى زعلان منك. عامل زعلان وما سالتش عليها ادي لك يومين. حاجه لا. بقول لك ايه يا اسطى؟ وانت دفعت القسط الاخير بتاع العربيه؟ منين بقى؟ طب هتعمل ايه؟ هبيع التاكسي القديم. لا ما تبيعش حاجه، ربك هيدبرها باذن الله. هبيعه يا صلاح، ما عنديش حل تاني. طب لما اخذ في السؤال بقى، انا هنزل في الورديه الجديده؟ هتستنى لما ندفع القسط ونخلص من القصه دي ونتنيل يا عبد العزيز، نشوف بعد كده هنعمل ايه. هو ده وقته؟ ربنا يلطف بيك يا اخويا، ربنا يلطف بيك. مصيبه كبيره ما كناش عاملين حسابها. منك لله يا بعيده، منك لله. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. يا ساتر، فيه كده في الدنيا بعد العمر ده كله والشيبه ده؟ ايه كل ده يحصل لنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. تعملي ايه يا مجنونه انت؟ اقفلي الشباك هتفضحينا. اتخنقت. شوف انا قاعده هنا بقالي قد ايه، عايزه اشم شويه هوا. طب اقعدي شويه. ما تشمي هوا هنا احسن ما تشمي هوا في القسم. ما انت عارفه الحكومه وانسى قلبين الدنيا عليا، ده غير البلاوي تعدد زيجات وزنا محارم. زنا محارم ده ايه؟ انت صدقت نفسك؟ ده هما ورقتين عرفي مضروبين، انت هتوديني في نصيبه. احنا ناقصين مصايب، مش كفايه البلاوي اللي احنا فيها، ده انا هربان من اعدائي. وانا مالي يا اخوي؟ وانا كنت قتلت؟
ما هي غلطتي وانتي وانت هربانه طلعتي كله بودره. خلاص بقى خلي كل واحد في غلبه. كمل يا اخويا كمل. وانا جوزي في السجن وانت مراتك طفشت منك. مراتك اللي هي تبقى اختي اللي طلعت بيها من الدنيا، لا انا عارفه هي بتاكل ايه ولا بتشرب ايه ولا عايشه ازاي. يا قلبي على فكره بقى انا مش انانيه اهو النعمه، انا الدنيا هي اللي ملطشه معايا، بتوقعني في الطبات رايحه جايه مش عارفه هتخلص على ايه. هتخلص هتخلص والله، هتبقى زي الفل. احنا نبيع الحاجه ونقفش الفلوس ونبقى في السليم، بس لحد ما ده يحصل نبقى بين الاربع حيطان. طب خلص يا اخويا بيعهم كلهم على بعض. ما ينفعش، ساعتها انسى هيسم خبر، لازم يتباعوا كده قطاعي. وانتي بقى عاملين لنا كوبايتين شاي قبل ما نظبطك جوب عظيم. هو انت فاكر اني مراتك بجد؟ نيله دي روح اتنيل اعمل الشاي انت. ماشي هتنيلي انا اعمل الشاي وانت تنيلي اعمل لنا الجوب. اما اكل السندوتش الاول. اما اكل السندوتش الاول. الو الو، ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسه، وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا عم شاهين لسه ما جاش. هو في حاجه؟ مفيش يا حبيبي. حلف عليا ما تدخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس انك جاوب. انا ما كنتش عايزه يحصل الكلام ده. لبنى افتحي. لبنى لبنى لما حيرتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. بس مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع. انا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بقالها عندنا اكتر من شهر. عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير كلكم، انا مش عايزه حاجه تاني. همشي لو سمحتي. خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير. الورد وتنفذوا من سكاس. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه.
لا يا طارق، انا مش هعمل كده، انا همشي. استني، رايحه فين؟